السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، وين يعني وين يجر غوارديولا لمواجهة العتاب حاد، يعني وين ناس هما راهم يقولوا انتوما راكم تقولوا شفنا والو، انا شفنا الانصار تاع السيتي فرحانين يعني اللي يلعب ما يسبقوا عليه، يعني وين شكون يهدر، يعني قلنا شكون يهدر. ما يدري محرز، يعني محرز لعاب لعاب قيمه، لعاب يعني وين دار اسيس، يعني دار مستوى كبير، راه يقدم في مستوى. ونقولها لكم نعاود، محرز اصلا يعني كاع جميع في المنافسه تاعو اللي كان يلعب فيها في السيتي، يعني في الروتور وصورتو لي ماتش توالا، دوك 10 لي ماتش توالا ولا يعني يطغى فيهم، يطغى يولي طاغي في المستطيل الاخضر. ورانا نشوف اللي تفرج شاف بالامس، يعني كيفاش محرز يعني وين لعب مباراه كبيره ودا اعلى تنقيط. محرز يبقى محرز، يعني ما نقصوش من القيمه تاعو، محرز يبقى محرز، لعاب كبير. يعني بصح باش نكذبوا على روحنا نقولوا بلي الجماهير كيسموها الجماهير تاع مانشستر سيتي انقلبت على غوارديولا ولا خلوه تايت اليمينا وقولوا يعني قال كان والو يا جماعه. الناس كيما مدرب راه ناجح، تجي تقول مدرب ناجح مالكا دوزيام دومي فينال لعب، يعني دار ماتش نيل في في في, في برنابيو مالغري الروتور الصعيب. يا بصح مكلاسي برومي، تي انت تقول لي بلي الانصار راهم دايرين عليهم يعايروا فيها، شكون قالها لكم؟ شكون هذا؟ شكون يقول لكم فيها؟ نقولها لكم والله، لا نقولها لكم برك. وين واجه نجم كرة القدم الايطالية السابق باولو يعني انتقادات حادة للمدرب الاسباني غوارديولا بسبب نجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز. وعاد التقني الايطالي باولو يعني في تصريحات لشبكه قنوات سكاي سبورت للحديث عن مباراه نادي مانشستر سيتي ومضيفه ريال مدريد في الدور ابطال والتي غاب عنها رياض محرز. شو نقول لكم كلمه، لو كان رياض محرز بالك بصح ما كاش اللي تاع لو كان، ما امنش بها تاع لو كان، امن بها تاع يلعب بماركي تاع لو كان، هذه ما خاطش ما لعبش، ما نجموش نقولوا لو كان تولي يلعب كل لعب كونتر رياض بالك غادي ما يدير والو. تولي كغادي يدير، ينجم يدير مباراة كبيرة، ينجم ما يديرش مباراة كبيرة، ما تنجمش تعرف. وتساءل المحلل قنوات سكاي سبور عن إقصاء المدرب غوارديولا لنجمه محرز من مباراة النصف النهائي منافسة الدور أبطال أوروبا أمام منافس ريال مدريد، وقد يعني وقال أن إشراك قائد المنتخب الجزائري في الشوط الثاني من مباراة سيتي ومنافسه ريال مدريد هو قرار صائب، أو لو أقدم عليه غوارديولا يمكن غادي يدوز نهار في الروتور، يمكن يلعبها، يمكن غادي يلعبها، يمكن يلعبها، يمكن نهار الأربعاء يلعبها نورمال، قادر نهار الأربعاء يلعبها عادي نورمال، غادي نهار الأربعاء يلعبو، قادر يلعبها. ورأى المتحدث أنه كان على التقني الإسباني إشراك جناحه الدولي الجزائري ما كان زميله البرتغالي برناردو سيلفا والذي كان سيء في لقاء ريال مدريد على حد قوله. يعني كل واحد وكيفاش، شو كيفاش برناردو سيلفا لعب مليح نهار بايرن ميونخ آلي روتون، مالغري الباير لعبت خير، الباير لعبت خير، يعني وين الأخرى كانت عندها الفاعلية تاع التهديف، يعني لعبت خير. بصح نقولوا بلي برناردو سيلفا لعب، كانت برناردو سيلفا لعب مليح صورتو في الملعب الاتحاد، يعني لعب مليح على ذيك في لالي لعب مليح، قد ما كانت راه يلعب. يمكن نهار الاربعاء يكون محرز، يمكن يكون محرز، ما نعرف كيما يقول نسبه صغيره. واضاف في سياق يعني لومه عدم الاعتماد على محرز في الذهاب نصف نهائي دور أبطال قائلا إنه بات لا يتعجب من الأحكام السلبية التي يطلقها بعض على غوارديولا بخصوص فلسفته التكتيكية. سأنا نشوف بها راح ناجح والله راح ناجح. ونوه الإيطالي باولو يعني إلى أن عدم إجراء المدرب الإسباني غوارديولا لأي تغيير في صفوف ناديه مانشستر سيتي خلال مواجهة نادي ريال مدريد حيث كان قادر على إشراك محرز
وعلى خلف يعني اخصاء غوارديولا للاعبيه الجزائري رياض محرز، عرج محلل قنوات سكاي سبور على التغييرات والتي احدثها كارلو في كتيبة يعني الرياض بتلك المواجهة، ورأى محلل إيطالي أن مواطني أنشيلوتي أجرى تلك التغييرات أمام كتيبة السيتي مضطر بسبب معاناة لاعبيه من إرهاق كثرة المباريات، ويلاقي اللعاب المنتخب الجزائري محرز وبقية رفقائه في النادي مانشستر سيتي ضيفه فريق ريال مدريد مجددا سهرة الأربعاء المقبلة ضمن إياب المربع الذهبي لمنافسة الشامبيونز ليج. يعني ان شاء الله بربي احنا ماذا بينا وين محرز لعاب يعني وين نقولوا بلي وين قاد الدولي الجزائري رياض محرز ناديه مانشستر سيتي امسيه اليوم الاحد لتحقيق فوز ثمين يعني قربهم خطوه من تحقيق اللقب المنافس الدور الانجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، وساهم قائد المنتخب الوطني الجزائري بشكل مباشر في الفوز فريقه السيتي على منافسهم يعني نادي ايفرتون بنتيجة 3 أهداف نظيفة لحساب الجولة 26 من منافسة البريمير ليج. يعني وين راه مقراب صحيح نقولوا بلي مقراب. وصنع محارب الصحراء أول أهداف مواجهته بمنحه تمريرة حاسمة لزميله الألماني يعني افتتح إثرها نتيجة لصالح كتيبة السيتي مطلع الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول. بالخطورة فريق اللي كان دايرها نساوش الخطورة اللي كان دايرها فريق. واعتبرت شبكة قنوات بي سبور القطرية في تغريدات على حسابها الرسمي في منصة التويتر أن مهاجم الخوض ساهم أيضا في تسجيل الهدف الثالث لنادي الأزرق السماوي. وأرفقت شبكة ذاتها تغريدتها مصاحبة لمقطع الفيديو الهدف عبارة يعني بعبارة رياض محرز يمروه يعني يراوغ يهز والزميله يهز شباك ايفرتون بهدف ثالث من ركله حره. وحافظ محرز وزملائه على الصداره الجدول ترتيب يعني فرق الدور الانجليزي ممتاز بفوز على منافس ايفرتون اذ وصلوا للنقطه 85 على بعد 4 نقاط مؤقتا على مطاردهم مباشر نادي ارسنال. يعني مازال ما بانت المباراه زال يعني غادي يلعبوا ومازال. واول مره في مشواره الكروي حقق جناح الدولي الجزائري انجاز فردي مميز بوصوله الى تمريرته الحاسمه الخامسه على التوالي في اخر 4 مواجهات لعبها مع رفقه كتيبه السيتي في منافسه الدوري. ووصل رياض محرز للمره الاولى ايضا لتمريرته 10 بمسيرته مع السيتي في البريمير ليج و13 في جميع المنافسات المحليه والاوروبيه والتي لعبها الموسم الحالي. هو رفايد بصح سنابرك. وبتمريرته الحاسمه في مباراه ايفرتون امس يعني يكون قائد المنتخب الذي قد ساهم في تسجيل 28 هدف لصالح النادي السيتي في حصه ما زالت قابله للارتفاع. ان شاء الله بربي حنايا كيما نقول لك رياض محرز حنا ما نتمناوش اقصاء، خاطر ساعات من الواحد يقول لك انا كيما يلعبش رياض الله يجعل، لا الله يجعل محرز يروح فينال. عرفت تشوف كنا تاكلين كنا كيما نقول على ربي وعلى الله كنا نشوفوا بلي بالناصر غادي يروح فينال، رغم ما كانش ماذا بينا لا بغات يربدها يعني خاطر على مشارك فيها. نعرف بلي يكونوا يلعبوا يكونوا رابحين ولا محرز يدخل دونتري ولا يدخل يعني كاج يعني يدخل دوزيام ميطو ولا نورمال يعطيك باش يلعب برك. هذا مكان علاه ما داهاش تشامبيونز ليغ داها كارلو بلاصو داها حكيمي اشرف حكيمي مع الرياض داها زياش مع مونشي مع تشيلسي علاه داها تنحسب له خويا كيفاه كان يلعب وكنت نحسب له وكلش. المهم حنايا كيما يقول لك ان شاء الله انا الله يجعل يلعب خاطر علاه كيلعبه اليوم شويه ما نعرف ماناش عارفين بالك يخليه خطه يخليه دوزيام ميطون بالك يلعبه بالك ما تنجمش تعرف خاطر غوارديولا صعيبه باش تعرف اش راه يخمم صعيبه اش راه يخمم ما تعرفش كيفاش يخمم هذه هي غير شويه باش تعرف بلي غوارديولا كيفاش يخمم على الله كيما يقول لك.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وباش دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاطي.